التشكيلي الحرب الديمقراطي السادة والسيدات الممثلين السلك الدبلوماسي والأحزاب الوطنية والمنظمات الوطنية أيها السادة والسيدات دقيقة إلى آخر دقيقة وأنا أفكر نقرأ الورقة اللي معايا سيرة مش طويلة وإلا نتكلم بالعفوية لكن عكس السلباجي هو ما حبش يقراها لأنه حب يكون شيء أنا العكس لأنه لو مش نقرأ الورقة بتاعي مش تظهروا كمية اتفقت أنا وسي محمد الحامدي على الكلام اللي قاله والكلام اللي كتبته لمصر نحب نقول أنه أولا أنني سعيد أن أكون معكم وشكرا جزيلا على هذه الدعوة وأؤكد بكل صدق وبكل نزاهة أنه الكلام اللي قلته سي محمد خاصة فيما يخص خارطة الطريق موجودة في الكلمة اللي عندي طلعتها لك. النقطة الثانية هي موقفنا بالنسبة للوضع الصعب اللي تمر به بلادنا وكثير من الإخوان أشاروا إلى هذا. مانيش باش نطول نقول أنه فما حاجة ضرورة إلى توافق وطني على حد أدنى من المسائل الأساسية اللي تهم بلادنا. النقطة الثالثة هي قضية الدستور. وهنا نحب نقول أنه إذا كان ربما أنا موجود معكم اليوم لأنه صحيح في مستوى المجلس التأسيسي هناك تعاون طيب بين نواب المبادرة وسي محمد والمجموعة معاه ولكن كذلك كان لي الشرف وكانت لي السعادة باش نتعرف على عدد من الإخوان خلال الحوار الوطني وشفنا الجدية وشفنا خاصة التعاون اللي كان بيننا في أمور صعبة جدا باش نوصلوا إلى توافقات ولكن في غالب الأحيان كنا من نفس الجانب وتعاوننا باش وصلنا بعض النقاط الخلافية إلى التوافق اللي هو صحيح مش كما ربما نتمناه كل شيء طبيعي يعني فما لما نبدا كل واحد منا من مكان مش بالضروره باش نوصلوا الى احسن شيء ولهذا المبادره نادي مره اخرى بالعوده في المسائل الخلافيه المطروحه اليوم الى الحوار انا نسميه بمرحلتين مرحله قرطاج ومرحله طبيعه الحال الاتحاد العام التونسي للشغل والشيء اللي صار نتمنى انه هذا ينجم يساهم في تيسير عمل المجلس باش نوصلوا في اقرب وقت الى وفاق بالنسبه للدستور كما نتمنى وتكون فيه روح خاصه مهمه بالنسبه لوطنيته ولسياده تونس. مانيش باش نزيد شيء اخر الا تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح في هذا المؤتمر التأسيسي وإن شاء الله بداية خير كونوا متأكدين أن نريد ونرغب في التعاون معكم بكل نزاهة وبكل سن لكل ما فيه مصلحة تونس ولكل ما فيه مصلحة شعبنا وإن شاء الله دائما نبقاو في مثل هذا الجو الهائل وفقكم الله وإلى اللقاء إن شاء الله والسلام عليكم.